من يقف وراء عودة مسلسل الاغتيالات في عدن؟ هل أصبح المجلس الانتقالي حجر عثره أمام تنفيذ اتفاق الرياض؟ ولماذا لم يسجل رئيس الحكومة موقفا حازما إزاء هذه الاختلالات؟ أهلا بكم. قبل 30 يوما وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض وملاحقه المزمنة، والتي ينص أحد بنودها على أن اليوم هو آخر يوم لتسمية أعضاء حكومة الكفاءات. لكن هذا الوقت مر دون أن تتمكن حتى قوات الحماية الرئاسية من الوصول إلى القصر الرئاسي، حيث يمنعها مسلحون يتبعون الانتقال يعسكرون على طول الطريق الساحلي بين أبين وعدن. أعضاء الحكومة الذين تمكنوا من العودة إلى عدن لم يتمكنوا من الدوام في مكاتبهم، ومسلسل الاغتيالات عاد ليضرب مدينة عدن من جديد. 9 عمليات سجلت خلال 3 أيام فقط. وسط هذه الأجواء وبناء على هذه المؤشرات، هل يمكن القول بفشل الاتفاق؟ ثلاثون يوما مرت على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لكن طرفا الاتفاق لم ينفذ منه سوى عودة بعض أعضاء الحكومة إلى عدن، حيث يعيشون عزلة تامة في القصر الرئاسي بمعاشيق، فيما تظل بقية بنود الاتفاق وملاحقه مجرد أمنيات تقف في طريقها معسكرات وأسلحة وأجندات متداخلة. أغلب الوزراء منعوا من مرافقة معين عبد الملك في رحلة العودة إلى عدن، وحتى أولئك الذين سمح لهم بالعودة منعوا من الدوام في مكاتبهم التي لا تزال تحت سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. وبينما يظل الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض، والمسؤولون الحكوميون العائدون إلى عدن محتجزين داخل قصر معاشيق، عاد رئيس المجلس الانتقالي من أبو ظبي على طائرة عسكرية إماراتية ليستقبله أتباعه على بساط أحمر، ويظهر كما لو أنه رئيس البلاد تحت أعين القوات السعودية الحارسة للاتفاق. قوات اللواء الأول حماية رئاسية التي تم الاتفاق على أن تتولى حماية القصر الرئاسي تعرضت لكمائن في طريقها إلى عدن، واضطرت للتوقف في بلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبين بعد اشتباكها مع قوة تابعة للمجلس الانتقالي في مديرية أحور. وإضافة لذلك، عاد مسلسل الاغتيالات ليضرب مدينة عدن بقوة، فخلال الأيام الماضية من شهر ديسمبر نفذ مجهولون 9 عمليات اغتيال، نجحت 5 منها في قتل 4 كوادر أمنية وشاب خامس، فيما فشلت 4 عمليات أخرى استهدفت قاضياً و3 عسكريين. الخامس من ديسمبر، اليوم الأخير الذي حدده اتفاق الرياض كحد أقصى لتسمية أعضاء حكومة الكفاءات، ها هو يمر حتى قبل أن تبدأ المشاورات بشأن تسمية أعضاء هذه الحكومة، فيما تعيش مدينة عدن وسكانها أياما إضافية من الخوف والتوتر دون موعد منظور للخلاص من حالة الفوضى التي تلقي بظلالها على باقي مدن البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا العديد من الضيوف. نبدأ بالصحفي أحمد ماهر من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير عليك أستاذة وعلى كافة المشاهدين. أهلا بك أستاذ أحمد. هل حدثنا عن معلوماتك حول المواجهات التي حدثت بين ألوية الحماية الرئاسية وقوات الانتقال في أحور أبين؟ طبعا القوة الذي نزلت إلى شقرة أبين كانت متجهة إلى قصر المعاشيق، هي قوة تتبع اللواء الأول حماية رئاسية، وكان من ضمن بنود اتفاق الرياض عودة اللواء الأول حماية رئاسية بكافة عداده وأفراده وقتائده العسكرية إلى قصر المعاشيق لحماية الحكومة وحماية تنقلاتها في العاصمة الموقفة عدن. ولكن إلى حد الآن قوات الانتقال لم تسمح لقوات اللواء الأول حماية رئاسية بالعودة. الذي عاد فقط هو قائد اللواء فقط، وافراده الى حد الان لم يعودوا الى مواقعهم العسكريه في عدن.
تم اعتراض القوى في منطقه شغرة من قبل قائد كتيبه في الهجام الامني في محافظه عدين، ولكن تم الاشتباك بينهم وبين الحمايه الرئاسيه، ولا زالت القوه بالحمايه الرئاسيه بشقرة لم تتقدم الى عدن لانها لا تريد الاشتباك مع قوات المجلس الانتقالي. وتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه واضحه ان ينفذ على اتفاق الرياض لكافه حذافيره بدون الرجوع الى الانفه والقتال المملكه العربيه السعوديه وقواتها في عدن، مطلع على كافه هذه الاحداث ونتوقع في الساعات القادمه ان تدخل هذه القوات الى عدن بعد التنسيق مع قوات المجلس الانتقالي. فاذا لم يسمح لهذه القوات بالدخول الى عدن فهذا يعتبر انقلاب عسكري واضح على مخرجات اتفاق الرياض الذي يعلمها الجميع. نعم، لكن اصلا المجلس الانتقالي يعني علق حتى مشاركته في اللجنه العسكريه والامنيه بالامس، واعلن رفع درجه الاستعداد لديه لمواجهه القوات الرئاسيه. يعني من الواضح ان المجلس الانتقالي لا يريد لهذا الاتفاق ان يتم، او ان يعني على الاقل يتم بالصوره التي تم التوقيع عليها، ويريد تمرير بعض النقاط. ما هو موقف الحكومة من ذلك؟ أولا كان من بنود اتفاق الرياض عدم مشاركة الأشخاص الذين كانوا مشاركين في الانقلاب بالعاصمة المؤقتة عدن. نعم. فجاء المجلس الانتقالي وشكل لجنة عسكرية من القيادات التي قادت الحرس العاصمة المؤقتة عدن، فقال إن هذه الأسماء هم قيادة هم اللجنة العسكرية التابعة لهم. وهذا انقلاب ايضا على مخرجات اتفاق الرياض، ومخرجات اتفاق الرياض واضحه للجميع ان من شاركوا في هذه الازمه لم يدخلوا في اي عمل حكومي او حتى عمل تابع للتحالف في العاصمه المؤقته عدن. وللاسف الشديد المجلس الانتقالي لا يتعامل بجديه مع هذه المخرجات، ويتعامل مع اتفاق الرياض وكانه فقط مخرجا سليما لهم ويحاولوا شرعنه الانقلاب فقط. اما الى حد الان لم ينفذ اي بند من بنود اتفاق الرياض حتى عوده رئيس الحكومه كانت مشترطه بعدم عوده بعض الوزراء، بالرغم ان كانت توجيهات واضحه لعودات الدوله ومؤسساتها بكافه افرادها الى العاصمه المؤقته عدن، لكن بعد ذلك التدوير والتغيير بشكل روتيني ورسمي للجميع. ولكن ما حصل ان هناك تلاعب واهمال وتقصير من قبل المجلس الانتقالي بتنفيذ بنود الاتفاق. لهذا نتمنى من التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه الذي كان هو مسؤولا عن هذه الاتفاقيه ان يتم تنفيذ كافه بنودها، وان يكون له موقفا واضحا وتصرفا للمجلس الانتقالي في عدن. عدن الى حد الان تغرق في الفوضى، عدن الى حد الان لا زالت الموت غائم عليها، لا زالت الاغتيالات مستمره. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك استاذ نعم أستاذ أحمد، سنتحدث عن موضوع الاغتيالات، ولكن يعني أنت تحدثت بأن المجلس الانتقالي قام بتشكيل يعني القوات بما يتعارض مع الاتفاق الرياض. هم أيضا يتهمون هذه القوات بنفس الاتهام، يعني ما كتبه منصور صالح حول المسألة بأن أنه يفترض أن يتم تشكيل لواء لحماية قصر معاشيق، ولكن حسب ما قال بأن ما حدث هو استقدام قوة عسكرية تنتمي لجماعة الإخوان من المأرب، جميع عناصرها من محافظات الشمال لا صلة لها باللواء الأول الحماية الرئاسية، وبعتاد عسكري كبير لا يتفق مع مهام قوة الحماية، وهو أمر طالما رفضه سيرفضه المجلس الانتقالي. كيف يمكن التعليق إذا كانت الاتهامات متبادلة؟ ما الذي سيتم بالضبط؟ لا، منصور صالح اخطا بالتعبير عندما اتهم قوه عسكريه تابعه للدوله في الحمايه الرئاسيه انها قوه اخوانيه من هذا الكلام، نحن لم نتحدث بهذه المصطلحات الغير صحيحه، انا اتحدث عن قوه رسميه تابعه للحمايه الرئاسيه وتابعه للواء الاول، جاءت من شبوه سوف تنزل الى عدن الى قصر معاشي، هذا ما حدث. وثانيا بالنسبه لاتفاق الرياض، كان اتفاق الرياض صريحا بعوده اللواء الاول الحمايه الرئاسيه بالكامل. اللواء الاول حمايه رئاسيه يوجد فيه 5000 جندي غير الضباط الذي يتجاوز عليهم ال 200 ضابط، ولا بد لهؤلاء ان يعودوا الى قصر معاشيق ليمارسوا اعمالهم الرسميه، وكانت العوده غير مشترقه لهذا اللواء
ولا يوجد اي بند بالاتفاقيه اقول ان لابد ان يكون المجلس الانتقالي مسؤول عن تامين الحكومه، بالعكس كان المسؤول عن تامين الحكومه والمجلس الانتقالي هو اللواء الاول حمايه رئاسيه وقوات الامن الموجوده في عدن، غير ذلك هو خرق للاتفاقيه وتصريحات للمكايدات الاعلاميه فقط، ولا تمت الصلح للاتفاقيه ولا للاحداث التي قامت في عدن، واتهام اي قوه تابعه للدوله وللجيش الرسمي انها قوات اخوانيه او قوات اصلاحيه، كل هذه المصطلحات غير صحيحه. نحن لدينا جيش وطني، لدينا مؤسسه عسكريه متكامله، لدينا دوله نتحدث فيها عن مؤسسات رسميه لا تنتمي الى احزاب بل تنتمي الى وطن يتسع للجميع. نعم، إذا ما هو دور اللجنة السعودية التي يفترض أن تشرف على تطبيق اتفاق الرياض؟ يعني ما حدث ويحدث حتى الآن منذ شهر تقريبا منذ توقيع الاتفاق، لم يتم تنفيذ يعني أي بند بصيغته الكاملة، يعني هناك ربما تمرير على هذه البنود وربما أبرزها عودة الحكومة بذلك الشكل الهزيل الذي لا يتسم مع ما ذكر في اتفاق الرياض، ما رأيك؟ طبعا الوضع في عدن هو وضع خطير جدا، وضع هائل للانفجار في اي وقت، وهناك قواتنا في الجهات الشماليه في اليوم وشبوه ومستعده ايضا للحرب، ولكن يسعى الرئيس هذه دائما الى اخراج الوطن بمخرج سليم، بمخرج سلمي بعيدا عن العنف، بعيدا عن الاشتباكات، بعيدا عن الحروب، ومثل ما قلت في عده لقاءات سابقه يكفينا حروب في اليمن، يكفينا نزاعات، نريد ان نخرج بحل سلمي واضح، حل لا يمس بالقتل بصله، نريد ان ننتهي من هذه الصراعات بطريقه سلميه، ويكفينا حروب ونزاعات في اليمن. ما حدث في الجنوب هو اشياء خاطئه، وما عمله المجلس الانتقالي الى حد الان يتنافى مع مخرجات اتفاق الرياض. اللجنه السعوديه او اللجنه العسكريه الخاصه التي نزلت الى عدن التابعه للرئاسه وتنسق مع التحالف العربي ترصد كل هذه الاخطاء وكل هذه التجاوزات، وتطلع القياده مثلا بمكتب فخامه رئيس الجمهوريه او مكتب الامير خالد بن سلمان على هذه التطورات، وسوف يكون هناك في الايام المقبله تجديد من قبل القياده السعوديه على تصرفات المجلس الانتقالي، ولكن نحن ننتظر ونرى ماذا سوف يكون، ولكن من رايي الشخصي ارى ان تصرفات المجلس الانتقالي لا تليق بهم كمكون سياسي يريد الدخول بالسلطه، يريد العوده الى الشرعيه، اتمنى ان يتقوا بعملهم السياسي واتصالهم الاعلامي، لان الحكومه الشرعيه ووزاره الاعلام والقنوات الرسميه والمواقع الاخباريه التابعه للدوله التزمت بكلام وتوجيهات محاكمة الرئيس ووزير الاعلام لعدم التعرض او الوساطه المجلس الانتقالي او التحري ضدهم، ولكن للاسف الشديد نرى ان المجلس الانتقالي واعلامهم الرسمي لا زال يهاجم الحكومه ولا زال يهاجم الرئاسه ولا زال يستخدم مصطلحات غير سليمه ولا زال ينتقد الجيش الوطني، لهذا هؤلاء للاسف يحاولون افشال اتفاقيه الرياض، ونحن نتمنى تنفيذ اتفاق الرياض حتى نخرج من الواقع المرير الذي تعيشه العاصمه مؤقتة عدن، وتعود عدن للحكومه ولكافه ابنائها حتى يعيشوا بسلام ووئام ويكفينا صراعات وقتل. نعم، ابقى معنا استاذ احمد. ينضم معنا عبر الهاتف ايضا الخبير العسكري حسين العمري. مساء الخير سيد حسين. اهلا وسهلا اختي اسيا. اهلا بك معنا من برلين. اليوم مواجهات عنيفه بين أبين والألوية الرئاسية سيد حسين، وعفوا في أبين بين ألوية رئاسية وقوات الانتقالي، كيف تتابع تعثر تطبيق اتفاق أو الملحق الأمني لاتفاق الرياض؟ أولا أشكركم على الاستضافة عبر الهاتف، وأشكر كل العاملين في قناة بلقيس، وأحييكم وأحيي مشاهدي قناة بلقيس جميعا، وأحيي ضيوفك الكرام. بالنسبة للإجابة على سؤالك أختي العزيزة، لابد أن نعود إلى ما قبل 2 أو 4 أغسطس 2019. المشكلة هي بدأت في أنه حصل تراخي من قبل الشرعية وتهاون ولا مبالاة كبيرة في أن سمحوا بأن تقوم هناك يعني أجنحة مسلحة ايديولوجيات مختلفة وبولاءات مختلفة، منها ولاءات مناطقية على غرار
ما تم في ما سمي بالنخب الشبوانية والنخب الحضرمية والنخب اللحجية والنخب يافع. هذه الميليشيات نقدر نقول عنها أو نقول تكتلات مسلحة خارج إطار وزارة الدفاع، وهذا كان خطأ جسيم من قبل الشرعية أن تهاونت بأن يتم إنشاء مثل هذه الوحدات العسكرية وتسليحها بأسلحة نوعية تتفوق حتى على ما تمتلكه الشرعية نفسها، وهي خارجة عن إطار مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة الدفاع والداخلية. هنا بدأت المشكلة، أنه التكوين لهذه المجامع المسلحة كانت على أساس ولاء مناطقي، فلذلك نجد أنهم سموا النخبة الشبواني من أبناء شبوة، النخبة الحضرمية من أبناء حضرموت، النخبة اللحجية واليافعية والضالعية وما إلى ذلك، تسببت طبعا في تصادم مع مؤسسة الشرعية ومع الوحدات العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع وبالقائد العام للقوات المسلحة الذي هو بطبيعة الحال رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرحمن منصور. هذه حصلت التصادمات في 4 أغسطس أدت إلى نتيجة كلنا نعرفها، بأنه تم إخراج الوحدات التي كانت تسمى بالألوية الحراس الجمهوري أو نعم، يعني ما تريد قوله أن ما حدث بالأمس هو تراكم لأحداث الماضي؟ طبعا عندما لكن ألم يوجد اتفاق الرياض لحل تلك الإشكالية؟ تأتي إلى اتفاق الرياض. اتفاق الرياض نحن قلنا من بداية الأمر أنه هذا الاتفاق هو بادرة، نحن كل اليمنيين رحبوا في هذا الاتفاق على أساس أنه يحقن دماء اليمنيين، لكن في حقيقة الأمر أن أي دولة تحترم نفسها لا تتفاوض مع ناس متمردين. هم تمردوا عن الشرعية واستخدموا يعني القوة المفرطة واستخدموا السلاح، ويعتبر تمرد عسكري ما كانش من المعقول انه من تمرد عسكريا يتم تكريمه بطائرة خاصة ويعملوا له اتفاقية مثل اتفاقية الرياض. طبعا لو النوايا صادقة كان تم تطبيق هذه الاتفاقية الرياض وجدة من اول يوم، لانها مزمنة من اسبوع الى 30 يوم. اليوم تعدينا هذا 30 يوم، لم نرى تشكيل حكومة، لم نرى تشكيل وزارات، لم نرى أن تم تنفيذ أي بند من بنودها. وأنا أتوقع أنه إذا لم تكن هناك نية صادقة من الطرفين ومن التحالف، لأن التحالف هو من يسيطر على الموقف، إذا لم يكن التحالف حاسم في إلزام الأطراف المتنازعة على تنفيذ هذا الاتفاق، فإنه سيكون مصير اتفاق الرياض وجدة هو مصير اتفاق ستوكهولم، وقد نشاهد هذا يكون ستوكهولم رقم 2. طبعا الأخوان في الانتقالي عندما نصت الاتفاق على أنه يعود لواء حراسة جمهورية، الحرس الجمهوري أو اللواء تابع للشرعية، هم كانوا يريدوا أن يعود اللواء نفسه الذي كان سابقا قبل أحداث 4 أغسطس على أساس مناطقي، بأنه لا يمكن أن نسمح أن يأتي لواء لحراسة المؤسسات الدولة في عدن والقصر الجمهوري اللي هو المعاشيق من خارج إطار المناطق التي يحددونها بالاسم، بمعنى أنه عندما أتى المعيلي بقيادة اللواء الذي تم تكليفه بأن يكون هذا اللواء هو حراسة جمهورية للمناطق التي موجودة في عدن مؤسسات الدولة والقصر الجمهوري، طبعا الانتقالي يقول لك لا، نحن نريدها أن تكون على أساس مناطقية. نفس الأشخاص الذي أخرجناهم في 4 أغسطس يجب أن يعودوهم ما عدا القادات التي كانت تقود هذا اللواء. طبعا هذا خطأ، يعني المسألة يعني واضحة أنه العمل يتم على أساس مناطقي وليس على أساس أنهم يعترفوا بالشرعية. يعني لا نستطيع أن نقول أن الانتقالي يعترف بالشرعية، يعترف برمز الشرعية ولا يعترف بقية مؤسسات الشرعية، والشرعية ليست حزب وليست مكون بعينه، بل الشرعية هي مؤسسات دولة يجب أن يعترف بها كليا ولا يجزئها، يعترف بجزء ويرفض جزء. نعم، إذا اسمح لي أستاذ حسين أن أعود لضيفي عبر الهاتف أحمد ماهر. أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن عودة مسلسل الاغتيالات إلى عدن رغم عودة الحكومة ودخول اتفاق الرياض حيز التنفيذ، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ نعم أستاذ أحمد، هل تسمعني؟
هل ما زال معنا الأستاذ أحمد؟ يبدو أن الأستاذ أحمد لا يستمع إلي، لا أدري هل ما زال معي أم لا، لذلك سأعود إليك أستاذ حسين. أستاذ حسين، لعلك تابعت بنود اتفاق الرياض وبالأخص الملحق أو الجانب العسكري من استيعاب قوات الانتقال في قوات الجيش وانسحاب القوات من عدن مع بقاء لواء الشرعية ولواء للانتقال. من ناحية عسكرية، هل هذا الاتفاق منطقي أو قابل للتنفيذ؟ أستاذ حسين، إلى تطبيق. نعم أستاذ حسين، هل ما زلت معنا؟ نعم نعم أنا معك. نعم، السؤال موجه إليك، هل أعيده؟ البنود كانت واضحة، لكن مع الأسف أنه عودة يعني البنود لم تنص على عودة الحكومة بكامل الوزارات، وإنما نصت على عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء لاجل تسيير ويعني تسيير اعمال بعض الوزارات مثل الوزارات الخدميه والبنك المركزي، الماليه، رئيس الوزراء، صرف مرتبات، ولم يكن هناك بندا صريحا على عوده جميع الوزارات لممارسه او لتصريف اعمال، لانها تعتبر هذه من خلال اتفاقيه الرياض تعتبر حكومه الدكتور عبد الملك معين، هي تعتبر الان معين عبد الملك تعتبر حكومة تصريف أعمال، لأنه اتفاق على أنه يتم خلال 30 يوم تشكيل حكومة جديدة مناصفة للمحافظات الشمالية 50%، 12 وزارة، والمحافظات الجنوبية 50%، 12 وزارة، وهذه هي الحكومة الجديدة التي يعني يتم عودتها لممارسة أعمالها من العاصمة الاقتصادية عدن. طبعا التشكيلات التي تمت خارج إطار مؤسسات الدولة وزارة الدفاع ليست فقط التشكيلات التي تتبع الانتقالي من نخب وأحزمة أمنية، بل أن هناك ألوية كثيرة تم تشكيلها مثل الألوية التي سميت بالحدود الجنوبي، وهي ألوية كثيرة مثل لواء الفتح وألوية الواجب وألوية حرب وألوية محاربة الإرهاب وألوية كثيرة، يعني كثيرة جدا. هذه الألوية تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع، فهناك أيضا ما سمي بالمقاومة المشتركة في الساحل الغربي من ألوية الحراس، حراس الجمهورية، والألوية أخرى إلى جانبها مقاومة تهامية، هذه أيضا خارج إطار وزارة الدفاع. يجب أن يتم استيعاب كل هذه المجموعات المسلحة التي تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع، أن يتم ترقيمها وضمها ضمن هياكل القوات المسلحة ووزارة الدفاع. لكن ما يحصل الآن هو يتم يعني عمل مناطقي، يعني الانتقالي يريد أن يكون له جيش باسم مناطق النخبة والحزام الأمني، في الساحل الغربي سيكون هناك جيش يتبع القوات المشتركة وحراس الجمهورية ألوية أخرى، الألوية التي في على أساس إيديولوجية سلفية في المناطق الحدودية الحد الجنوبي السعودي الذي ذكرتها، أيضا هذه تم تشكيلها على أساس إيديولوجي ديني سلفي مثل ما حصل في تعز مع أبو العباس وحصل مع الأخ رداد لواء الفتح، وألوية كثيرة جدا. هناك في خلل في المؤسسة العسكرية، وهذا قلناه من اليوم الأول، أنه لا يمكن أن يتم بناء جيش وطني بهذه الطريقة، بل سنبني هناك عدة جيوش بإيديولوجيات وولاءات مختلفة تتصادم أحيانا توصل إلى حد التناحر. نعم، وربما هذا ما حدث الآن. إذا شكرا جزيلا لك الخبير العسكري حسين العمري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، وينضم معنا عبر سكايب الناشط السياسي والحقوقي عادل الحسني. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور، أهلا بك. إذن هل لك أن تطلعنا على تفاصيل ما حدث في أحور أبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حصل في أحور أن قوة تبع الرائد سعيد بن معيلي، وهو قائد أحد كتائب اللواء الأول حرس رأسي، خرجت من مأرب وشبوة باتجاه عدن حسب بنود اتفاقية الرياض أن قصر المعاشيق يكون تحت حراسة اللواء الأول حرس رأسي، وهذه الكتيبة معروف أنها تتبع اللواء الأول حرس رأسي،
ووقع على الاتفاق، وحصل خلاف في ليلة الثلاثاء بين عيدروس الزبيدي وبعض الميليشيات الانتقالي، ولكن في الأخير وقع عيدروس الزبيدي على دخول هذه القوة. وبالفعل اتجهت هذه القوة إلى أبين، ولكن في أحور تفاجأوا بعصابات تتبع الانتقالي يقودها شخص اسمه سالم الساحمي. الجيش يعني دائما يحرص على حقن الدماء وعدم الصدام، فأعطوه فرصة إلى صبيحة اليوم، ثم انطلق الجيش وفوجئ بإطلاق النار من الخلف وأصيب أحد الجنود التابعين للجيش. فالجيش تعامل مع إطلاق النار وقتل هذا الشخص وسلم جثته لأسرته، وانطلق الجيش إلى شبرة. لكن للأسف فوجئ تعليمات بعدم الاستعجال بالدخول، أن هناك أيضا مجموعات تابعة لعبد اللطيف السيد فعلت كمائن وفعلت ألقام في طريق أبين، واستدعي عبد اللطيف السيد إلى عدن، ثم سفر به إلى مصر هو وأسرته، والجيش سينطلق صبيحة الغد إلى عدن حسب الاتفاق. لا ندري هل سيحدث بعد ذلك أمر. نعم، يعني هل تقدم ألوية الحمايه الرئاسيه تم وفقا لاتفاق الرياض ام هكذا يعني بدون تنسيق؟ لا، هو ضمن اتفاقية الرياض، وللأسف الشديد هناك أشياء كثيرة أخلت في اتفاقية الرياض. كان من المفترض قبل 3 أيام أن يتم تعيين محافظ لعدن ومدير أمن، وعرقل هذا الاتفاق. كان من المفترض أن يتم تسليم السلاح في الأسبوع الماضي ولم يتم تسليم السلاح، بل تم تهريب السلاح. فعودة الكتيبة هذا أيضا خطوة متأخرة جدا بالنسبة للواء الأول حرس رئاسي، ينص بند الرياض على أن الحكومة تحت حماية اللواء الأول حرس رئاسي في قصر المعاشير، وإلى الآن لم يدخل أي جندي من الحرس الرئاسي، وإنما اختيرت هذه الكتيبة لأنها كتيبة متدربة وجاهزيتها القتالية عالية، تمتلك أكثر من 150 رشاشة 23 ومدفع 105، وتدريب الكتيبة متكون من 4 فرد جاهزين لحماية القصر الرئاسي والحكومة والرئيس في المستقبل. نعم، سأعود إليك أستاذ عادل في هذه النقطة، لكن بعد عودة الصحفي أحمد ماهر معنا، كنت سألتك أستاذ أحمد حول مسلسل الاغتيالات التي عاد من جديد بعد عودة الحكومة بالذات، ربما زادت وتيرة هذه الاغتيالات ودخول أيضا اتفاق الرياض حيز التنفيذ، ما هي مؤشرات ذلك؟ اولا مسلسل الاغتيالات وصباح الموت الذي يدور في العاصمه عدن منذ 4 سنوات الى حد الان، للاسف الشديد ليس امرا عاديا بل امر ممنهج وعمل مدروس مسبق. عمل الاغتيالات لا تخرج الاغتيالات الا في الاوقات الحرجه عند وجود الحكومه او عند وجود الرئاسه سابقا او عند حدوث اي امر سياسي في عدن، حتى يثبت للجميع ان عدن غير امنه وان عدن وعدن والى اخره. ولكن الان لا يوجد اي قوات تابعه للحكومه في العاصمه المؤقته عدن، ولا يوجد الا قوات الحزام الامني واداره امن عدن، فهذه هي المسؤوله الاولى عن الامن في العاصمه المؤقته عدن. الامن في عدن غير مستتب، لان للاسف الشديد لا يوجد كفاءات امنيه من تقود المرحله في العاصمه المؤقته عدن، مجرد اشخاص ليس لديهم اي قدره على العمل في المجال الامني. لهذا من ضمن مخرجات اتفاق الرياض تعيين مدير امن مؤهل لاداره الوضع في العاصمه المؤقته عدن، ونحن في عدن نحتاج الى الكفاءات المؤهله الاكاديميه الذي لديهم القدره العلميه والعمليه لاداره الموقف واحتواء الازمه الموجوده في العاصمه المؤقته عدن. ومسلسل الاغتيالات لن ينتهي في العاصمه المؤقته الا اذا وجد امن وطني، امن يحفظ امن الوطن، امن لا يخدم اجنده سياسيه، امن غير مرتهن لاي دول خارجيه، امن يعمل بتنسيق مع وزاره الداخليه، وليس امن يعمل بتنسيق مع احزاب وكيانات سياسيه او مع دول خارجيه. نحتاج في العاصمه المقصه عدن لاعاده هيكله الامن بدءا من اداره الامن وباقي المكونات. لكن اذا الطرف الاخر لم يقبل بذلك استاذ احمد، يعني لا ولا يوجد اي مؤشر حسن نية، لا توجد انسحابات كما تم الاتفاق، لم يعين محافظ عدن حتى الآن، لا إجراءات دمج، لا تعيين الحكومة ولا تدليل أي صعوبات أمام الحكومة، ومع ذلك هناك صمت غريب من الحكومة تجاه ما يحدث، لما لا يوجد يعني أي موقف حازم لتنفيذ هذا الاتفاق؟ طبعا
اولا نحن نحتاج من الحكومه الشرعيه موصله بالدكتور معين عبد الملك ان تكون لها راي واضح وشفاف وان تخبر الناس ما يحدث في العاصمه المقطعه. هل هم بالفعل محبوسين في معاشيه ولا يستطيعون الخروج او هم يعملون بكل اريحيه؟ هل هناك مضايقات للحكومه؟ للاسف الشديد نرى ان الحكومه لا توضح للشعب ولا توضح للناس ما يحدث في العاصمه المقطعه عدن. لهذا لا نستطيع ان كاعلاميين ان نطالب او ان نجبر او ان نعترض على هذه الاشياء، ولا بد اولا للحكومه الشرعيه هي من تكون صاحبه الكلمه وهي من تعترض وهي من تطالب بهذه الاشياء اولا، ثم سوف يساندها الاعلام ويوضح للراي العام ما يحدث. لكن نرى ان الحكومه صامته عن كل هذه الاعمال، صامته عن تصرفات المجلس الانتقالي، صامته عن عدم تنفيذ هذه البنود، وللاسف الشديد لا يستطيع احد ان يقف مع حكومه لا تقف مع نفسها اولا. لهذا لابد اولا على الحكومه الشرعيه الموجوده في العاصمه المؤقته عدن ان توضح للجميع ما يحدث في العاصمه المؤقته عدن. الاغتيالات لا زالت مثل ما هي، المواقع العسكريه لن ينسحب منها مجلس الانتقالي، حتى قصر معاشيق الذي يتواجد فيه رئيس الوزراء لا زالت تحت سيطره المجلس الانتقالي. لهذا لابد ان تقول لهذه الحكومه كلمه يحفظ للتاريخ عن ما يحدث في العاصمه المؤقته عدن، ثم سوف يتبعها كافة الأطراف اليمنية السياسية وحتى المواطنين سوف يعترضوا على هذه الأعمال. وبالأخير نحن نتمنى أن تعود الدولة بكافة مؤسساتها، ولا نتمنى أن يعود المماحكة السياسية ويعود الحرب مثل ما كانت في العاصمة المقطعة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أحمد ماهر الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم معنا الخبير الصحفي أيضا صلاح السقلدي من عدن. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ صلاح، أود أن أسمع تعليقك حول أحداث أحور أبين. نعم، ما جرى اليوم منذ صباح اليوم هو عبارة عن محاولة غزو جديدة يتعرض لها الجنوب ويتعرض لها عدن ويتعرض لها المحافظات الجنوبية بشكل عام اتصالا وتواصلا مع المحاولات التي شاهدناها خلال الشهرين الماضية. فالطرف الآخر الذي وقع الاتفاق الرياض هو بكل تأكيد يحاول أن يتنقل من هذا الاتفاق ويحاول أن يتملص ويسجل الموقف هنا وهناك حتى لا يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وكأننا أمام نسخة مطابقة تماما لاتفاقية العهد الاتفاق التي وقعت في الأردن عام مطلع عام 94 وعند عودة الرئيس علي سالم نائب الرئيس حين علي سالم في ظل عدن. اليوم يعود الرئيس عيدريس الجندي الى عدن ويتم نفس السيناريو ونفس الحركات ونفس الادوات التي تتحرك هنا وهناك في البنود لتفجير الموقف والتنصل من هذا الاتفاق. نعم طيب، كثير من البنود التي شاهدناها لم يتم تنفيذها على الاطلاق حتى الان هناك. نعم اذا اسمح لي استاذ صلاح، يعني انتم يعني تتهمون الطرف الآخر بعدم تنفيذ بنود الاتفاق، بتعليق كثير من البنود، بأنه يحاول زعزعة هذا الاتفاق، وكما قلت يعني هناك محاولة غدر بالجنوب وأبنائه. الطرف الآخر أيضا يتهمكم بعرقلة هذا الاتفاق وبعدم القبول بعودة الحكومة والكثير من النقاط. ربما ظهر معي أكثر من طرف من ينتمي للانتقالي وتحدث بوضوح بأنهم لم يقبلوا مثلا عملية دمج الأمني، عودة الحكومة إلا بشكل رمزي لتسيير الأمور وكثير من النقاط. يعني بين هذه التهم المتضاربة من يعني من نصدق نحن، أو كيف يمكن تنفيذ اتفاق كل طرف يتهم الآخر بعدم تنفيذه؟ فيما يتعلق بعملية ضم الوحدات الجنوبية لم يتحدث أي بند من هذا الشكل على الإطلاق. هناك قال هناك استخدم كلمة تنظيم الوحدات وتنظيم إعادة علاقتها مع وزارة الدفاع و وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بالاتهامات المتبادلة فهناك بنود في تسلسل تنفيذ هذه البنود. البند الأول يتحدث عن عودة الحكومة خلال أسبوع وصرف مرتبات الموظفين التي هي بيد الحكومة التي تساهم بها الحكومة الأغراض ومطالب سياسية.
والى الان المماطله واضحه، والناس قرابه 6 أشهر بدون مرتبات بدون معاشات، معاش الالاف من الاسر تتضور جوعان بسبب هذه المقاومات التي اتخذها هذه الحكومه. البند الاول يتحدث عن هذه النقطه، فهل تم تنفيذها؟ ابدا لم يتم تنفيذها. العاصمه عدن والمحافظات الجنوبيه تغرق في ظلام دامس، ومن المسؤول عن هذا الكلام؟ من المسؤول عن وضع الكهرباء ووضع النفط بهذا الشكل المريع؟ من يسيطر على المدينه بطبيعه الحال استاذ صلاح؟ من هو المسيطر على المدينه امنيا؟ يعني اسمح لي انت، يعني تودون من الحكومه فقط ان تعطيكم الخدمات ولا تودون ان تمسك هي الامن؟ شيء غير منطقي، يعني نحن نمسك المحافظه ونحكمها وانتم عليكم ان تقدموا لنا الرواتب والكهرباء والماء، يعني اي عقل يقبل ذلك؟ إذا كلامك هو يعبر فعلا عن هكذا هي الحكومة، تقول لا 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 يمكن نعطيكم المرتبات ولا نعطيكم أي خدمات من كهرباء إلا بعد ما تعطونا ما عليكم سلم من منطقة سلم مسلم هكذا فعلا. أستاذ صلاح، يعني المنطق يقول أن تكون حكومة مسيطرة على المدينة بشكل عام حتى تستطيع توفير خدماتها، اما نص نص هذه ما قد حصلت، انها تجي تحكم بس عشان تدفع لكم رواتب وانتم تسيطرون على المدينه، ابحثوا لكم عن طرف اخر يعطيكم الرواتب، لما لا تدفعون انتم الرواتب؟ هذه رواتب الناس، هذه رواتب الشعب، ليس منها من عبد الملك ولا من حميد ولا من علي محسن العمر، هذه حقوق مستحقه لن تحطها بمساومات سياسيه. فمن الذي يمتلك النفط؟ بيد من البنك المركزي؟ بيد من وزاره الماليه؟ بيد من تورد الموارد الماليه كلها؟ من الذي يمسك النقاط؟ من الذي يمسك شركات النفط ومنافذ النفط والمنافذ الحدوديه؟ من الذي يمتلك كل هذه الموارد؟ هو المسؤول عن توفير الخدمات بالمنطقه، هكذا يقول المنطقه. اما ان يتم مساومتها ومقايضتها بامور سياسيه فهذا هو انحطاط وانحدار واضح بدون شك، وهذا ان كانت هناك اتهامات الحكومه في اليوم هذه الاتهامات تاكد الحكومه فعلا بانها تساوم الناس وتجوع الناس، وكل المعاناه التي حالها الناس منذ بدايه هذا الحرب الى اليوم هي بسبب الحكومه وقانون الدستور تماما. اليوم من الذي يستطيع ان ينكر هذه الحقيقه اليوم؟ استاذ صلاح اسمح لي انقل الحديث لضيفي عبر سكايب الاستاذ عادل الحسني. استاذ عادل، تضارب الاتهامات بين الطرفين، كل طرف يتهم الآخر بأنه هو من يعرقل اتفاق الرياض، مع وجود يفترض لجنة إشراف سعودية لم تقم بدورها كما يجب حتى الآن، ما هو تعليقك على حديث الأستاذ صلاح؟ والله مرتبات الناس خط أحمر، ونحن نضم صوتنا لأي صوت ينادي مرتبات الناس، مع أن هذه الأدوات التي تعمل مع الإمارات سواء كانوا إعلاميين أو غيرهم يستلموا مرتباتهم من الإمارات منذ 4 سنوات، هم حتى أنكروا يمنيتهم أنهم ليسوا يمنيين وأنهم معترفين بالإمارات، فمرتباتهم الإمارات، شاصاتهم الإمارات، تمويلهم الإمارات، هم عبارة عن أداة معطلة فقط تستخدمها الإمارات متى ما شاءت. عيدروس الزويدي جاء على متن طائرة القوات الجوية الإماراتية ليعطل الأمور في عدن، لكن عندما التقوا به السعوديين أولا ألزموه ببعض من الاتفاق، ومنها كما قلت لك عودة اللواء الأول حرس رئاسي. كان بإمكانهم أن يقولوا أن هذا احتمال منذ بداية اتفاق الرياض، أن اللواء الأول حرس رئاسي لا يمكن السماح له بالدخول في عدن، لكنهم وقعوهم بذلك. نعم. فعلى كل حال الاتفاق إما أن يكون هو الاحتلال وإما أن يكونوا ملتزمين ببنود الاتفاق، فالاتفاق ينص على عودة اللواء الأول حرس رئاسي إلى عدن، ومنها هذه الكتيبة التي جاءت والتي سماها الأخ احتلال، فتناقض عجيب. الاغتيالات التي تحصل في عدن هم من وراءها، وهم يصفون الكوادر التي تمتلك المعلومات خاصة في إدارة البحث الجنائي، والتي يعتقد الإماراتيون أنهم بقتلهم هؤلاء سيطمسون الجرائم التي ارتكبوها خلال 4 سنوات والتي موثقة وباعترافات. هربوا القتلة من السجون، قتلة الشيخ فهد اليونسي الذين كانوا بحضرة الأخ سالم لهطل في إدارة معسكر الطوارئ، تم هربهم هاني بن بوريك، وأول أمس صفوا الأخ سالم لهطل الذي كان مسؤول على السجن في تصفيات واضحة وافتعال مشاكل داخل عدن. هم من يسيطر على عدن، الأمور بأيديهم، فلا يحق لهم أن يحملوا الشرعية التي طردوها وقتلوها وقصفها طيران الإماراتي ثم يتباكون اليوم
على عدم عودة الحكومة، هم من أخرجها وهم من قصفها بالطيران وهم من منعها وهم اليوم من سمح لجزء بسيط من عودتها. العالم كله يراقب هذا التعطيل ويراقب هذا المشهد في عدن، وأنهم هم من يسيطر على المشهد في عدن وهم من يقتلون في عدن وهم من يسيطر على كل الأمور. إذن اسمح لي، لا داعي للمغالطات. أترك الفرصة للأستاذ صلاح للرد على النقاط التي طرحتها أستاذ عادل. أستاذ صلاح، وأيضا يعني أترك لك مجال لترد على الأستاذ عادل مع الإجابة على أين هو دور لجنة الإشراف السعودية التي ستقوم على تنفيذ اتفاق أو الإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض، طالما وكل طرف يحمل الجهة الأخرى مسؤولية ما يحدث. يعني أولا أعلق على موضوع اللواء الحرس الرئاسي. نعرف أن الإصلاح يستخدم مصطلح الحرس الرئاسي عندما يتعلق الأمر في الجنوب، فهو استخدم هذا الاسم حتى يظهر أي جنوبي بأن يعترض عن تقدم هذه القوات نحو عدن ونحو الجنوب بأنه على خلاف مع الرئيس علي مع الرئيس عبد ربه، فهذه مكيدة وحيلة أتمنى على الجنوبيين أن ينتبهوا لها، لأن هي وسيلة لدق الشين بين الجنوبيين ويصور الأمر بأنه صراع جنوبي بمجرد استخدامهم لموضوع أو اسم الحرس الرئاسي. فلا أعرف أي منطق هذا أن الرئيس يكون له جيش. نعلم جيدا بأن الرئيس عبد ربه لا علاقة له بهذه المسميات على الإطلاق. لا يمكن ولا يتصور عقل بأن الرئيس يمتلك حراسة من عدة أدوية عسكرية. فأي منطق هذا الكلام؟ نعرف هذه الأدوية بأنها عبارة عن أدرع عسكرية لحزب الإصلاح مثل ما كان الحرس الجمهوري بيد علي عبد الصالح في فترات سابقة. أما مسألة الاغتيالات التي تحدث في عدن، فالسؤال هو لماذا عادت هذه الاغتيالات اليوم بعد توقفها؟ ومن الذي منع العناصر التي صارت؟ هي عبارة عن عناصر أمنية محسوبة على الطرف الانتقالي. فمن الذي لم يستطع أن يخفي هذه العناصر؟ بالتأكيد هو الطرف الآخر الذي يرى في عدن عبارة عن عناصر موالية تنظيم انفصالي ومتمرد وانقلابي وما شابه ذلك من الكلام. فالمسألة هي نعم يعني حتى نستغل بقية الوقت أستاذ صلاح. استهداف سياسي للجنوب بمسميات وأذرع أمنية سياسية عسكرية. نعم أجبت على النقاط وأود أن تجيبني على لجنة الإشراف أستاذ صلاح حتى أتمكن، يعني لم يعد لدي المزيد من الوقت. لجنة الإشراف السعودية التي تشرف على تنفيذ الاتفاق، أين هي من كل هذه الاتهامات؟ واضح أنها تماما أنها مغيبة أو تم تغييبها عن أمس. فالسعودية واقعة تحت عملية ابتزاز يقوم بها حزب الإصلاح، هو عملية تركية. السعودية بقضها وقضيدها يعني يبتزها حزب، يعني قليل من المنطق رجاء أستاذ صلاح. يعني حزب هو داخلها يعني. نعم في ظرف معين وفي مكان جغرافي معين. نعم فليس لا يمكن المساقة في السعودية العائلة بكل ما تمتلك بأنها تستطيع أن تتمرقص وتهرب من هذا الابتزاز الذي والإصلاح عرف متى يبتدي السعودية. فالسعودية عندما وجدت نفسها اليوم وحيدة في الساحة استطاع الإصلاح أن يرجعها ويطير فوق دفع يتمنى أن تتوجه صوب سماء إلى أن تتوجه صوب عدن. شكرا لك أستاذ صلاح. الوقت انت... نعم شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة أخيرة لك أستاذ عادل في دقيقة إذا سمحت، لما تصمت الحكومة عن كل هذه الاختلالات وعن الوضع الذي تحشر فيه والاتهامات التي تصدر ناحيتها؟ الحكومة لا شك أنها في موطن ضعف والكل ينتقدها، وإن كنا في الأخير نحن مع عودة الحكومة المكتملة، مع عودة الدولة، مع عودة مؤسسات الدولة. يعني هذه الميليشيات تعبت الناس منها كثيرا صراحة، 4 سنوات وعدن تذبح من الوريد، عدن تنحر، عدن يعني مستبيح فيها كل شيء، حتى المقابر، حتى الأموات لم يسلموا من هؤلاء. يا أختي الكريمة يعني عدن أصبحت غابة، مغبرة، يعني مستباحة للقاصي والداني يعمل فيها ما شاء. هؤلاء
الميليشيات تعبت الناس منهم، تعبت الناس من هذه العصابات التي وتعبت ايضا من صمت الحكومه استاذ عادل يعني، وعدم اتخاذ اي موقف حازم. هلا على رأس الحكومة الأستاذ معين عبد الملك لا شك أنه يعاني من ضعف كبير، ونحن نتأمل كثيرا في عودة الجيش وعودة هيبة الدولة ومؤسسات الدولة، فإن أرادوها سلما ونحن نريد السلم ونريد حقن الدماء أن تعود الدولة بغضها وقضيضها ومؤسساتها بالسلم كان بها، ما لم الجيش سيدخل والدولة ستعود ولن يمنعنا محمد بن زايد وهذه الميليشيات التابعة لمنع الدولة، بل ستعود الدولة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الحسني الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في الأسبوع القادم، كونوا برعاية الله وأمنه.